سعيد، خليني أسأل حضرتك عن دور الجاليات. مهم جدا كمان، ودورها مفروض أنه يكون فعال. الجاليات المصرية في الخارج، وهي بتبقى زي كده يعني انعكاس لمصر في الخارج. دور الجاليات إيه، وإزاي برضو عمل الدور في الانتخابات والمشاركة، ولو في أي عراقيل برضو واجهتهم؟ خلينا نسمع عن حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. دور الجاليات في الخارج دور مهم جدا، ورموز الجاليات والاتحادات الفرعية والروابط في كل دول العالم كان ليها دور وعامل فارق في الكثافة اللي احنا شايفينها النهاردة. اجتماعات ولقاءات من شهرين فاتوا، يعني كان في شغل على أرض الواقع من شهرين أصلا. احتفاليات ومش كده وبس، ده في تجمعات للمصريين بيتفقوا البساط، مين هيتحمل البساط، مين الإعاشة، مين هيدفع كذا، هنتجمع الساعة كام، مين هيجيب الفلان، مين هيجيب فلان. وصلت الأمور دقة شديدة. إحنا النهاردة 8:30 صباحا تحرك من المدينة المنورة لجدة أكثر من 15 أتوبيس لجدة، للقنصلية في جدة. وقيسي على هذا في المملكة كلها، الاتحاد العام في الكويت ما شاء الله، خلية نحل من شهر بالتعاون مع السفارة، بالتعاون مع كل الروابط. يعني نحن لا نقول الاتحاد العام وحده، ولكن كل رابطة وكل تجمع وكل مجموعة من المصريين أدت واجبها. لا يعني لن يكون انتساب الأمر لشخصية اعتبارية، ولكن الجميع تعاون لكي يكون هذا يوم فرح للمصريين. حلو جدا. طيب خليني برضو أسأل حضرتك، لأن ده مهم أن احنا ننقله للناس، هل كان في أي برضو مصريين في الخارج بيحاولوا أن هم يعطلوا الشغل؟ يعني تسميهم بقى معارضة، تسميهم إخوان، يعني خليني أعرف من حضرتك. لندن على سبيل المثال طلع بعض الدعوات أن بعد صلاة الجمعة النهاردة مجموعة من جماعة الشر الإخوان الملاعين هيقفوا قدام السفارة بعد صلاة الجمعة، وهذا حدث ل 15 فرد تقريبا. لكن لما شافوا الجموع موجودة قدام السفارة فروا. فر التعبير اللي جاني من أخونا جان عزيز، هربوا كويس. لأن التجمع كان غير مسبوق. حضرتك بتتكلمي عن أوروبا والنهاردة يوم عمل، ومش تقاطر، مش تقاتل، لا ده توافد وبأعداد غير متوقعة. خليني أقولك مثلا إن في كينيا في أفريقيا مع إن الأمطار 6 أيام متواصلة قتلت مجموعات كبيرة من الكينيين، انعاز الشعب الكيني، لكن الجالية والسفارة مفتوحة من الساعة 8:30 والمصريين واقفين على الباب. ده كلام في كونغو جميل برازافيل، نفس الشيء.